السلام عليكم. اليوم رانا متواجدين في حي امام حي عين المالحة الجديد على مستوى محول او نفق، كاين نفق من تحت ومحول من فوق ليؤدي الى بير خادم وعين المالحة وبعض الاحياء الجديدة اللي تبنات حول هذا المكان. وهنا نشاهد بعض الأحياء الجديدة هنايا، ونشاهد التهيئة فوق النفق. وهنا نشاهد النفق من الجهة الجنوبية، ويعتبر نفق حجم كبير يعني ما شاء الله. نشاهد يعني من فوق هنايا الأحياء اللي بنيت في هذا العامين الأخيرين. وهنا دوك نروح هنا حي عين المالحة، طريق المؤدي الى حي عين المالحة. هو في الحقيقة دوك اعتبر مدينة، يعني مدينة باكملها، لان الحي كبر كثيرا. يعني اول العمارات بنيت هذه مدة 10 أو 12 سنة، والان اضيفت بنايات اخرى. وهنا نروح للجهة الشمالية الاتجاه الاخر، اتجاه بير خادم، ونلاحظ ان النفق هو الحجم كبير، يعني فيها زوج اروقه في اثنين في اربع اروقه زائد رواق تاع التوقف الاضطراري. وهنا نروح للوحة تاع التدشين هنا، ونشوف اللي هنايا النفق هذا دشينا في شهر ديسمبر 2017. السلام عليكم.